علي راح نروح لمساحتنا الطبية لليوم، ويوم بعد يوم تاني عم يتطور العلم والتقنيات المستخدمة فيه، فالبلازما بوقتنا الحالي فتحت آفاق كتيرة بالعلاج سواء للبشرة ونمو الشعر وزراعة الأسنان وغيرها كتير من المجالات. واليوم بسوريا بدأ استخدام البلازما في علاج العقم، فقد أكدت دراسة حديثة أشرف عليها باحثون إسبانيون أن ما يصل إلى ثلث الأزواج الذين يعانون من العقم يمكن أن يستفيدوا من هذه التكنولوجيا الحديثة. والإضاءة أكثر عن هذا الموضوع معنا بالاستوديو الدكتور شادي خلوف، أخصائي بالأمراض النسائية ومعالجة العقم. يسعد صباحك. سعد صباحكم. سعد صباحك ساري. صباح الخير دكتور. دكتور شادي، خلينا بالبداية نوضح شو هي البلازما وكيف ممكن تستخدم بهاي الناحية. نحن الحقيقة بهذا الموضوع عم نعطي أمل جديد للأزواج اللي عم يعانوا. نحن هلأ كلمة العقم حتى صرنا عم نحاول نبعد عنها، عم نحكي عن شيء بسموه نقص خصوبة حتى نخفف من وطء الكلمة وبالتالي وطء المشكلة. البلازما هي أمل جديد سواء للزوجة أو الزوج، يعني للزوجة اللي عندها مشكلة أو الزوج اللي عنده مشكلة، وبالتالي هالكوبل اللي عندهم مشكلة نقص خصوبة كانت تسمى عقم، عنده مشكلة بالإنجاب، عنده مشكلة بالتعشيش، هالتقنية عم تعطينا أمل جديد بأنه ممكن هدول يقدروا يحصلوا على طفل بوقت قريب. هالتقنية هي الحقيقة يعني بالنسبة للأشخاص اللي بدهم يعملوها هي بسيطة. نحن بنسحب دم من الشخص المستهدف، يعني إذا كانت مشكلة عند السيدة فبنسحب دم منها، أو عند الرجل بنسحب دم منه. هالدم اللي بينسحب بينعمل عليه التسفيل، بيتاخذ منه البلازما الغنية بالصفيحات، طبعا بدها شغل بحدود ساعة ونص لساعتين أحيانا أكثر على هوا، شو وضع عناصر الدم الموجودة عند هاي السيدة. بنرجع هذا البلازما هي بنحقنها إما بالمبيض أو بالخصية أو ببطانة الرحم حسب نحن شو المشكلة الموجودة عندنا الحقيقة. تمام. يعني دكتور مثل هيك حالات بسحب الدم لنقدر نستخرج هيدا البلازما، في تحاليل معينة يقوم فيها الزوجين قبل ما ينسحب منهم دم؟ هلا نحن أكيد عم نحكي عن زوجين عندهم مشكلة فقط نقص خصوبة، تمام، عم يعانوا فقط من الإنجاب، ما عندهم مشاكل أخرى، ما عندهم أمراض مزمنة صعبة، ما عم يتناولوا مثلا معالجة كيماوية، يعني ما عندهم شيء بجسمهم أمراض مدنفة، وبالتالي وضع يعني تحليل الدم عندهم بده يكون الخضاب كويس، صفيحات كويسة، حتى نحن نقدر ناخذ اللي بدنا إياه من هذا الدم، ناخذ هالبلازما الغنية بالصفيحات اللي بتبقى كمية قليلة. يعني نحن إذا سحبنا مثلا 20 سنتي من دم احد الازواج بيطلع، نحن بنحصل على سنتي ونص او سنتين ماكسيموم من الشيء اللي بدنا اياه، هو المصل لهذا الشيء. هلا نحن ما عم نستعمله بالامراض الجلديه بيطلع معنا اكثر كميه، بس نحن يلي بهمونا لا نستعملهم بموضوع العقم هن كميه قليله جدا، وبالتالي لازم يكون تحليل الدم لهدول الزوجين الحقيقه ممتاز حتى نقدر ناخذ منهم كمان نتيجه ممتازه تعطينا امل كويس عند هدول الزوجين. طيب دكتور، نحن متعودين او بنعرف معلومات انه البلازما اللي هي تنعمل للبشره مثلا فهي بتزيد، خلينا نقول افراز مره ثانيه المواد الطبيعيه بالجسم، نفس المبدا رح تشتغلوا عليه بالبلازما؟ مزبوط. يعني هي منشطه فقط، هذا هي عشان هو نشرح للناس شوي طبعًا هي شو بتفيدهم. يعني هلا هو سؤال مهم، هي الحقيقه لما بلش التفكير بالموضوع هو كان في يعني نظريتين عم يتسابقوا ليوصلوا مين بيقدر يعطي نتائج احسن. نظريه بتقول انه احنا بناخذ، طبعا هي نظريه غير قابله للتطبيق حتى عنا، انه احنا ناخذ شريحه من مبيض لسيده مخزون البيوض عندها كويس، تحاليل الهرمونية كويسة، وهالشريحة نزرعها على المبيض يلي هو فيه مشكلة. إذا عم نحكي عن السيدة السيدة يعني بالتالي يكون عندنا متبرعة بهذا الشيء. التقنية صعبة، الإجراء ما هو سهل أبدا طبعا. احتمال الفشل فيه عالي، الكلفة فيه كبيرة، ونحن ببلادنا هذا الموضوع صعب. فلذلك هي التقنية الأبسط واللي نتائجها فينا نقول جيدة. خلينا نقول هون بين قوسين، نحن ما عم نحكي عن شيء 100% كل الناس اللي بيعملوه بيستفيدوا منه طبعا. نحن عم نحكي عن أمل مفيد ما فيه ضرر، غالبا رح يكون فيه أو بحالات كويسة بعدد من الحالات في فائدة، كلفته قليلة خلينا نقول بالنسبة لعلاجات العقم، الكلفة مانا كبيرة، والأمل فيها كويس، والنتائج عم نشوفها كويسة عند ناس كان فينا نقول مثل ما بيحكوا بالعامي مقطوع الامل عندهم. فانا اذا مشان هيك هالتقنيه نحن ببلادنا بنقدر نطبقها، حتى هالتقنيه تطبيقها
واذا خلينا نحكي اكثر بالموضوع انه احنا كيف بنحقن. هلا عند الرجل الموضوع سهل ينحقن مباشره من الخصيتين، بس عند السيده المبيضين موجودين ضمن الحوض او ضمن البطن خلينا نقول، وبالتالي الوصول له ما له سهل. فنحن عندنا طريقين، اما نعمله عن طريق تنظير البطن، وهو كمان تعرضنا لعمل جراحي. هلا برا الحقيقه بيعملوه عن طريق التنظير، نحن هون وفي بعض المدارس اللي بتعمله عن طريق مثل من طريق المهبل بابره خاصه بفوتوا عن طريق الايكو، اجراء بسيط خلال 5 دقائق ممكن يصير. في هو اصعب لانه يعني التقاط المبيضين اصعب، ولكن بالنسبه للسيده هو اسهل، ما فيه فتح بطن او ما فيه تنظير بطن، وحتى الكلفه بتكون اقل، بس حقيقه هو النتائج ممتازه عندكم. تمام، يعني في اثار دائما سلبيه واثار ايجابيه طبعاً. لاي عمل سواء كان بالبلازما او غيره، خلينا نحكي شو الاثار السلبيه وشو الايجابيه. هلا مثل ما حكيت قبل شوي، نحن اذا بنحكي عن اثار سلبيه لهذا الاجراء ففينا نقول صفر، لانه الاثر السلبي الوحيد انه نحن يمكن هل المبلغ اللي دفعناه ما يعطينا نتيجه، ناخذ منه نتيجه وبالتالي ما يكون في فائده. ولكن اذا بدي احكي ضرر جسدي ضرر صحي، فنحن عم نحكي عن إجراء آمن 100% ليس له أي أثر سلبي. بالمقابل الآثار الإيجابية ممتازة، يعني أنا إذا استفدت يعني إيجابيات أكثر من سلبيات. طبعاً إذا استفدت فأنا بكون عملت أمل جديد. يعني إحنا لما عم نحكي عن سيدة مخزون البيوض عندها سيء، لما أنا برجع تنشيط انتاج البيوض كويس هذا الشيء ممتاز، بكون عن سيدي ما عم بقدر بحصل ولا على بويضه، وبقدر بحصل على 3 و4 بويضات، فهذا الشيء ممتاز. طبعا نحن هون ملاحظه مهمه، نحن ما عم نحكي انه هذا الشيء اللي عم نعمله عم يرجع امكانيه الحمل الطبيعي، نحن قطعا او بالغالب نحن عم نضطر نعمل لهم تقنيه طفل الانبوب، ولكن بيكون هدول الازواج قبل ما في مجال ابدا نعمل لهم طفل حتى طفل انبوب، يعني مقطوع الامل كليا من امكانيه الانجاب. هدول عم نقدر نعمل له انجاب، اللي عندهم فشل تعشيش وعم نعمل نحقن بلازما ضمن بطانه الرحم لننشط هاي البطانه حتى تستقبل الاجنه لاحقا بشكل كويس، كمان هذا امل جديد، وبالتالي اكيد ايجابيات هي اكثر بكثير من السلبيات اللي هي بالغالب ما لها موجوده حتى. من الايجابيات المعروفه عن البلازما عموما انه هي بتنعمل بكل الاعمار، يعني ما في طبعًا فرق، لانه هي عم تاخذ شيء من جسمك من دمك، وعم ما عم تحقن ماده غريبه مثل البوتوكس او غيره. 100% طبعا. طيب هذا الشيء بينطبق كمان على هذا النوع من البلازما طبعًا، بيشمل كل الاعمار 100% الشيء اللي احنا عم نعمله ما فيه اي اضافات من مواد كيماويه ولا اي ادويه، نحن عم ناخذ مستخلص من دم الشخص الهدف لنرجع نحقنه في عضو في احد اعضاء هذا الشخص الهدف، وبالتالي نحن ما عندنا اي تداخل دوائي، الشيء عم نحقن هو طبيعي وعم يرجع ينحقن بالمكان اللي احنا بدنا يعني بدنا اياه، او هو اللي فيه المشكله سواء خصيتين او مبيض او بطانه رحم، وبالتالي نحن الاجراء امن 100% سليم 100%، ما في اثار سلبيه، ما في معاناه عن هذا الشخص، بيقدر يعمله يعني بيجي بيعطينا الدم بيروح بغيب ساعتين بيرجع، نحن خلال 5 دقائق بنرجع بنعمل الاجراء تبعنا وفي يرجع يكمل نشاط حياته بطريقه ممتازه. وبالتالي حتى هي ما نعمل جراحي، ما في تعطيل عن العمل، لا طبعا لا في عمل جراحي، ما في تعطيل عن العمل، ما في خساره، وهذا بينحسب يعني بالدول المتقدمه انه انا هذا الشخص قديش بده يقعد بالبيت، وبالتالي كله هذا يعني له اهميته. يعني اكيد طبعا. يعني في نسب تسجلت بنجاح حقن البلازما، وقديش بالميه يعني انت كدكتور هلا لك نحن الموضوع حقيقه عم يتطبق حديثا، يعني احنا صار لنا اشهر عم نطبق هذا الموضوع طبعا. يعني لحد السنه تقريبا ما عندنا، نحن للاسف بلادنا ما عندنا احصائيات يعني طبعا موثوقه او احصائيات دقيقه لكل الناس اللي عم يشتغلوا بالقصه، يمكن في ناس عم يشتغلوا بالقصه عم يطلع عندهم نتائج بس ما احنا ما عم نعرف فيها وبالتالي ما عم تتسجل. خلينا نقول نحن من ممارستنا النتائج يعني جيده جدا لناس ما كان عندهم امل ابدا، صعب اقدر اعطيكي نسبه محدده، ولكن فينا نقول انه الامل جيد جدا، النتائج عم تكون جيده طبعا بحالات محدده، يعني انا ما فيني اجيب سيده عمرها 60 سنه ولا انت بكره رح تقدر تجيبي اولاد بناء على هالتقنيه، يعني كمان بده يكون الواحد منطقي باختيار حتى الحالات اللي هي مستطبه لحتى انا مين هن الحالات اللي بقدر ساعدهم، بس هدول الحالات فعلا عم ننجح بانه نعطيهم امل جديد بانه بقدره على الانجاب اللي هو شيء مهم طبعا. طيب دكتور، بما انه حضرتك حكيت انه مثلا سيده بعمر الستين ممكن ما الواحد بيقدر انه يعطيها هي الفائده الكبيره، طيب مين الحالات ايضا اللي ممكن ما يمشي الحال معها بهي التقنيه؟ هلا نحن عم نحكي الحالات ما بيمشي الحال معها الحقيقه لما بيكون صبايا
أو رجال هن متقدمين بالعمر منيح، مثلا السيدة فاقدة وظيفة المبيضين أصلا، هرمونات عالية جدا، نحن عم نحكي هون عن شيء صرنا أقرب إلى سن اليأس أو ما يسمى حديثا بسن الحكمة، وبالتالي أنا هدول الحقيقة ما عندي قدرة على أنه رجع وظيفة المبيضين اللي هي صارت ضامرة، المبيضين خسروا كل وظيفتهم، وبالتالي أنا صعب. هون نحن عم نحكي عن سن أو عن مرضى هن حديين مثل ما بيقولوا، يعني هن على العمر الحدي، هن على المشكله الحديه، يعني ما وصلت المشكله لدرجه غير قابل غير عكوسه. انا هدول المرضى اذا لحقتهم بهي التقنيه انا بقدر ساعدهم. هلا ممكن يكون في صبايا احيانا عمرهم 30 سنه واصلين لهالمرحله الحديه، وهذا نحن عم نشوفه بهي التقنيه، يمكن انا اقدر ارجع لهم الامل بانه امكانيه الانجاب ممكن تكون منيحه، اقدر اخذ من عندهم بيوض اكثر، او عند الشباب اللي ممكن اخذ من عندهم نطاف كويسه اقدر انا اعمل القاح فيها صناعي، او يعني طفل انبوب، واخذ اجنه ان شاء الله يقدروا يعني ياخذوا نتيجه ممتازه من نتيجه هالتقنيه اكيد. نعم تمام. يعني دكتور هلا حكيت انه ممكن تلاقي هذه الحاله بعمر ال 30، هلا الاعمار مثلا اذا كان عمر السيده مبكر او اذا كانت متقدمه بالعمر بيفرق حقن البلازما 100%. هلا نحن الحقيقه ما في عمر بنقول هذا بعده نحن ما بنعملها، قبله نحن بنعملها، هو الحقيقة تابع لعمر لمجموعه عوامل، يعني عمر هالسيده اذا نحن عم نحكي عن السيدات اكثر، عمر هالسيده مع مجموعه العوامل الاخرى اللي هي التحاليل الهرمونيه اللي هي شو الوضع الهرموني عندها، هل نحن ما زال في امل من هدول المبيضين انه نعمل لهم علاج يعطينا نتيجه ولا لا؟ وبالتالي العمر مهم، يعني انا ما فيني احكي عن سيدات عمرهم 55 سنه وقول انه هدول فيني ساعدهم، اكيد لا، لما انا بحكي عن 42 و43 و45 يعني يمكن يكون هدول الاعمار تبعهم واقل طبعا، بس هدول اللي بقوا يعانوا، يعني هلا عم نشوف سن زواج متاخر احيانا، قدرة إنجاب ما عم تكون كويسة، هدول نحن بنقدر نساعدهم بهي التقنية. فلذلك نحن الهدف نقول نحن ما عاد عنا يأس، بالأصل نحن انتقلنا من تسمية عقم لنقص الخصوبة لنوضح أنه نحن صار عنا وسائل مساعدة كتير. العقم يعني هو حد نهائي، العقم ككلمة هو يعني نهاية، أما نقص الخصوبة هو نقص، فأنا النقص يمكن أقدر عوضه. فبالتالي هي التقنية بتساعد هدول الناس اللي هن أعمارهم متقدمة اللي عندهم مشاكل أنه إحنا نقدر نقدم لهم حلول إن شاء الله تكون ممتازة حتى يحصلوا فيها على المرغوب اللي هو أكيد الإنجاب والأطفال. أكيد. كمان دكتور بنشهد يعني بهذا الوقت كتير صبايا بيكونوا لساتهم صغار بس بيحاولوا يجربوا كل شيء، يعني طبعاً. مثل ما بتجرب كل شيء بوشها من عمليات تجميل او غيره او من تقنيات بتقول انه ايه ليش لحتى ما اجرب هذا الموضوع ممكن يفيدني طبعا. هل بتسمح للصبيه بعمر صغير انه مثلا ممكن تستفيد من هيك تقنيه ولا ما بتنصح بهذا الموضوع 100%؟ هلا نحن حقيقه في مثلا وهذا سؤال مهم ويمكن نحن كنا عم نتناقش فيه كاطباء، هلا انت طرحتيه انه نحن لما بتجينا صبيه بدها تتزوج، يعني هي جت انه بعد 6 شهور عرسها، فنحن احيانا بتصر، وهذا طبعا جيد، انه هي بدها تحاول تعرف شو الوضع الانجابي عندها. لما بنعمل تحاليل بنلاقي انه هي بهذا الوقت بهذا التشخيص الحدي، يعني هي واصله لهي المرحله، فينا نساعدها، هي فينا نساعدها، صار عندنا وسائل انه نساعدها، كنا بالاول ما نقدر نساعدها لحتى تتزوج، هلا احنا بتنظير البطن فينا نحقن، فينا ناخذ هي البلازما ونحقنها ضمن المبيضين حتى عند غير المتزوجات اللي هن رح يتزوجوا، وبالتالي انا ممكن انا حافظ على وظيفه، ما بيعمل شيء سلبي ابدا ابدا، ما في اي شيء سلبي، وانا ممكن بالتنظير هون طبعا الطريقه اللي انا حكيت فيها اللي احنا عم نطبقها غير وارده عند غير المتزوجات، بينما هن فينا نطبق لهم تنظير البطن ونحقن بسهوله والاجراء بسيط ويحافظ لها على وظيفه المبيضين ومخزون المبيضين ريثما تتزوج، لانه كثير عم نلاقي انه صبايا لما عم يتاخروا بالزواج عم يوصلوا لمرحله عم يكونوا فقدوا مخزون المبيضين من البيوض وظيفة المبيضين، وبالتالي أنا بالتقنية بقدر حافظهم عليها ريثما هن يقدروا يتزوجوا، وهذا حقيقة شيء إنجاز مهم جدا يعني. نعم يعني دكتور مثل ما هلأ تفضلت وحكيت أنه السيدة قبل الزواج بتحاول تشوف طبعا، خلينا نعرف أنه قديش كمان نسبة النجاح حقن البلازما؟ هلأ نحن عم نعاني مع الصبايا والسيدات بأنه هن قبل الزواج ما عم يكون في أي وسائل مساعدة، ما عم يحاولوا أنه يساعدوا حالهم بأنه يعرفوا هل هن في عندهم مشكلة قبل ولا لا. نحن
حتى بعد ما يتزوجوا احيانا بضلوا 3 سنين ما غير راغبين بالانجاب، يعني هن ما عندهم رغبه بالانجاب لظروف معينه، وبالتالي ما بيهتموا بانه يشوفوا شو الوضع، لانه انا لازم اعرف شو الوضع وامن على انه انا عندي مشكله او لا، عندي مشكله بحاول حلها، ما عندي مشكله انا فيني اصبر على الانجاب، اما اذا انا عندي مشكله ما فيني اصبر 3 سنين او 3 أو 4 لحتى يصير في عمليه انجاب، وبالتالي هدول العالم مستهدفين بيخدمون هذا الموضوع كثير، بيامن لهم وسائل نجاح، وسائل امل جديده حتى هن يفوتوا على مرحله الزواج وعلى الرغبه بالانجاب، وهن عندهم امل بانه انا في شيء بيقدر يساعدني، ما مثل اول نحن نصطدم بانه والله ما في امل، نحن في افلاس بالمبيضين او في افلاس بالخصيتين، ما عندنا نطاف ما عندنا بيوض، وبالتالي انا ما في انجاب، وهون نصطدم بشيء صعب، خاصه ببلادنا اللي في مشكله بموضوع في مشاكل شرعيه العلاقه بالتبني وبالتبرع وبكل هدول الشغلات نحن عندول بنعاني منهم، فهي التقنيه بتعطينا كمان دكتور يعني بهذا الوقت وبهذا الزمان لسه بنشهد بعض الصبايا او السيدات عندهم نقص بثقافه الذهاب لدكتور مختص باي مجال، يمكن دكتور النسائيه اكثر دكتور، انه انا ما بروح الا اذا عندي مشكله حقيقيه طبعا. او صرت حامل خلاص مزبوط. صرت حامل بروح بتحكي فمضطره انه اروح تماما طبعاً. وحتى ما بروح مرات كثيره بروح، مش هيك نحن بنحكي عن الوقايه، الوقايه ما وقايه من الامراض، هي وقايه من مشاكل ممكن تصير بعدين، انا اذا اليوم حاولت ابحث عنها بوصل لنتيجه عنها، فانا ليش لحتى ما اذا انا ناوي انه اتزوج بعد سنه او اللي هو، ليش ما حتى نحن كزوجين نعمل فحوصات نعرف قدرتنا على الانجاب حتى ما نصطدم بشيء بعدين ما نلاقي له حل، خاصة انه اغلبهم اللي عم يتزوجوا عم يضلوا 2 و3 ليصير عندهم انجاب اطفال صحيح. فلذلك هذا الموضوع مهم، يا ريت كلهم يساعدونا بانه يحاولوا يستقصوا قدر الامكان يعني. نعم يعني دكتور بدنا منك كلمة أخيرة لكل اللي عم يتابعنا ولكل اللي سمع عن هيدا التقنية الجديدة اللي هي الحقن بالبلازما، تفضل. أهم شيء الوقاية طبعا شغلة مهمة، استشيروا طبيبكم، التقنيات صارت موجودة، التقنية اللي احنا عم نحكي عنها بتساعدنا كثير عند السيدات وعند الرجال، وهذا شيء مهم، فقط الاستشارة كافية نقدر نعرف شو وضع هدول الزوجين، وان شاء الله بنقدر نساعدهم وبيحصلوا على اللي بدهم اياه، وبنجيب اجيال جديده للوطن ان شاء الله ان شاء الله يا رب. شكرا كثير لك دكتور، نهاركم سعيد. شكرا دكتور. شكرا.